ما بيقولوش عن كوفي، ما بيقولوش عن علي جبر. أيوة. عندي طارق حامد بره، ما بيقلش عن احمد توفيق اللي كان بيلعب النهارده، فان شاء الله باذن الله خير. اما بالنسبه للاخ صالح جمعه، واخد بالك، انا بس عايز اسال سؤال، هو صالح جمعه ده جامد قوي كده؟ وهو لو جامد قوي لعيب كويس. لعيب كويس. لا انا بسالك، لا في فرق لعيب كويس والجامد. لا لعيب جامد يعني، لعيب جامد، منتخب مصر الاول ومنتخب اولمبي، وراجل كان محترف في البرتغال. بس وليد كان جامد. خلاص. شطه كان لاعب كويس. كلام واضح اهو، تمام. أيوه. وليد كان جامد ماشي. ما هو صالح جمعه لسه صغير يا كابتن، يا استاذ مرتضى، يعني لسه قدام. الخطيب كان مختار، مختار كان لاعب كويس. انا بكلمك بدي امثله اهو، تمام. فانا بقول اهو، حازم امام لاعب جامد، خلاص. احمد توفيق لاعب كويس. ففي فرق بين اللاعب الجامد واللاعب ايه كويس. انا اقسم بالله عمري ما شفت صالح صالح جمعه بيلعب. وهو بيلعب، لكن انا عندي زي صالح، بس انا زعلان من حاجه واحده. ايه هي؟ انه يطلع في اخبار رياضه يقول هدفع فلوس عشان العب الاهلي وما العبش الزمالك. عايز اقول له لا، انا معاك بقى، وهقعد ارفع في السعر لغايه ما اوصلك 20 30 مليون، ما دام قلت كده، ويبقى لا تلعب اهلي ولا زمالك. لكن انت لو رغبتك